تريلا بالعربي. كتاب ثرثرة فوق النيل. يتناول هذا الكتاب رواية تحكي قصة أشخاص من الطبقة المثقفة يهربون من الواقع البائس في حياتهم إلى عالم الهذيان للسهر في عوامة على سطح النيل في جلسات الحشيش والإحساس بالتفاهة وعدم الأهمية. ويبحر المؤلف في وصف تلك الجلسات التي تلخص تناقضات المجتمع، فيتحدث عن عقول فقدت الوعي لكنها لم تفقد القدرة على الثرثرة. وتبلغ ذروة الأحداث في هذه الرواية بفرحة منتصف الليل، إذ تنتهي بمأساة يتنكر لها الجميع ويفرون منها. ويقدم هذا الكتاب عملاً إبداعياً لا يتوقف عند سطحية جلسات الحشيش، بل هو بحث اجتماعي يتسم بالعمق والجرأة ويسمو فوق الثرثرة المعهودة في مفهوم هذه الكلمة، لا سيما أنها كتبت في ظروف سياسية تتطلب الشجاعة. صدر هذا الكتاب عام 1966 ويحمل تبويباً لعدة فصول، منها مشروع مسرحية، أحمد نصر، أنيس زكي، رجب القاضي. كتاب ثرثرة فوق النيل من تأليف نجيب محفوظ. إذا كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى الاشتراك في قناتنا كي نكون على تواصل. بوك تريلا بالعربي، منصة لكتابي.